عندنا في الحضانه تقريبا اغلب اللافتين اللي هي الخداج، مواليد ما قبل مكتب اللي مو فاطن امهم، بكون نفسهم تعبان، بندخلهم الحضانه تقريبا بيقعدوا عندنا لغايه ما يكمل الفتره المطلوبه منه يزيد وزنه كويس، بنروحوا البيت بس للاسف بغيب عنا اسبوع 5 ايام برجع لنا الطفل منتكس وبوضع صعب، واطفال كثير ماتوا، يعني شهر 2 عندنا تقريبا ماتوا 14 حاله، وشهر 3 لغايه اليوم 6 ايام ماتوا حالتين. فيش غذاء متوازن او متكامل تاكله الام، وخصوصا في الفتره الاخيره، يعني لو كمان نلاحظ من شهر 12 لغايه اليوم ما فيش اطفال حتى اوزانهم كويسه، اغلب الاوزان 2 كيلو 2 كيلو ونص، يعني 3 كيلو بطلنا نشوفها، عكس ما قبل الحرب، لانه الفتره الاخيره في ال4 شهور من شهر 10 لليوم الام ما فيش تغذيه للامهات، لا في لحوم ولا في حليب ولا في بيض ولا في فواكه ولا في خضار. أنا أم فقدت ابني بسبب سوء التغذية، بسبب الوضع اللي إحنا موجودين حالياً فيه في غزة. وضع يعني أنت شايف إحنا وين قاعدين، قاعدين في مدرسة، في خيمة 3 متر مقابل الله يعزك الحمامات. إيش بدك من طفل مريض أساساً بيعيش في هيك ظروف؟ إيش بدك؟ كيف بده يتحسن صحته؟ كيف بدها تتحسن صحته وهو عايش في هيك ظروف؟ يزن الكفرنة اللي توفى اليوم، طبعا هذا الطفل هو نازح من الشمال، في عنده كان مشاكل في العضلات في الأصل، بس كان صحته يعني تقريبا جيدة مقبولة، كان يعني يتلقى رعاية جيدة، أكل صحي، غذاء ممتاز، لكن مع نقص الغذاء اللي كان متوفر له قبل الحرب ساءت حالته. مرة ولدت كمان هون.